مرحبا أصدقائي، نهار جديد كمان بالباترون. هاي، كيفكن؟ نه بدي أروح صور شوي الأحصنة، بخلونا نشوفهم أوليك. بونجور، هذا الكلب نوع أكيتا للي بيعرفه، بعده زغطور. مشوب حبيبي. كيفكن أصدقائي؟ كيف صحتكن اليوم بهذا الفيديو؟ شوي ما خصو بالزراعة، حابة فرجيكن على الأحصنة وعلى في صوت بقر. في هون مزرعة حدنا، إن شاء الله ما حدا ياكلني. ليكو هالعربيات شو حلوين. أنا بخاف صراحة، مشان هيك ما عم قرب. حتى أشوف إذا حدا بيجي بيوقف معي من المسؤولين، حتى ما أكون وحدي هون. حتى نحط النسكافيه هون، حتى رح نشوف حدا يجي يساعدنا تما اكون وحده، لان انا بخاف من هالاحجام الكبيره. في حصان هون. مرحبا، كيفك؟ اوكي اصدقائي، شوفوا هالحصان شو حلو. فينا ندقره وجهه، ما بيعمل شيء. شعراته شو حلوين. قصير هيدا الحصان، ليكو هيدا الاسود شو حلو كمان. صراحة الوقفة قدام الحيوانات الكبيرة إلا رهبة. بدهم يجوا يشمشموا. هيدا ذكر هيئته؟ نعم. ايه؟ اهو كلهم بقر. بتاخدوا منهم حليب وكل شيء وهيك؟ بعد ما بيح. ميرسي كتير، كلك ذوق. حلوة انت بس كبيرة بتخوفي. الأحصنة عن جد انا كتير بحبهم. شوف شوف انت يا ابو شعر مجعد، مهضوم هيدا الحصان. ليكو بس قصار، ها في عندهم كان احصن كبيره بس حاطين هون بس الصغار. ليكو شعراته شو حلوين، بيشبهوا شعراتي.
انجلقت انا انجلقت. خلاص اوكي، يلا لنروح. كان بدي افرجيكم اللي حسنا شو حلوين هون، بيعلموا الخيل كمان، واوقات هون بيحطوا حسنة وبيجوا العالم بكزروا بهالعربية، بيقعدوا وبيعملوا كزدورة، اكيد بيدفعوا مصاري العالم حتى يطلعوا فيها. بيمشي الحصان من هون من قدام، من هون بعلقوه، اكيد كلكم بتعرفوا يعني، مش رح بيعملوا كزدورة. وبالليل هون منلاقي ارانب، في كتير ارانب بيبقوا مفلوتين. ما رح امشي انا هون لانه في شوك من ورا هيدي النبتة، مرة فات شوكة بإجري، شوكتها كتير مأزية، غرزت باللحم، فامشي على الزفت أأمن. ما يقوم شي شوكة يابسة ومش أشعتها بتفوت بالإجر. وهيك أصدقائي فيديو قصير بس عن الأحصنة والبقر. ان شاء الله تكونوا تسليتوا، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. انتبهوا على حالكم وبشوفكم بفيديو جديد. كان معكم قناة زريعة، باي باي.